طب الخطة بتاعت مجلس الإدارة دي برضو يا أستاذ خالد، هل مش الطبيعي إنه يبقى فيها، لو أنا عندي مشاريع كبيرة بالحجم اللي إحنا بنتكلم عليه ده، مش الطبيعي إن أنا كمجلس أتكلم مع الراجل اللي بيفهم قوي في الحتة دي عشان أعرف إيه الدوبل، إيه اللي ممكن أعمله، إيه اللي صعب دلوقتي؟ وغير كده ايه الاولويه لايه؟ صح؟ بالظبط كده. يعني قصدي انه اعتقد انه بره كده، يعني نادي كبير في انجلترا في اسبانيا بتاع بيفكر، انا عايز فلوس، بس انا اقدر اعمل ايه عشان اجيب الفلوس دي بسرعه السنه برضو في هنا حته كانت اتقالت ان انا ما بقدمش موقف مالي كل 3 شهور. ده احنا عندنا مشاريع بمليارات. طبعا. ازاي بنعمل ناخد مشاريع باللي احنا عاملينها دي فوق المليار جنيه، انشاءات وجراج ومباني وصالات مغطاه وفرع جديد بيتفتح، وزي ما بتقدمش تقييم مالي؟ يعني بتهيألي صعب شويه. بنشتري لعيبه في الالعاب وبملايين كل وكوره حاجه، ومرتبات هنا ومرتبات طبعا طبعا كاس افريقيا طبعا. وفلوس داخله وفلوس خارجه، مكافئات افريقيا، ازاي يعني مفيش طبعا ليه كلام ليه اتقالت الكلمه دي؟ بس يعني هي اشاعات حرب طبعا، يعني لن التفت لهذا ابدا ابدا ابدا. و ما بتردش ليه يا استاذ خالد على الحاجات اللي ضدك؟ ما تعودناش. اقول لك حاجه، ما تعودناش نرد. احنا زي ما بقول لك احنا جوه الصلاه ولا بس ممكن انا بس دي ارد عليها، انا دي ما فيهاش، انما في حاجات ما ينفعش الواحد يرد عليها. بس قصدي ساعات بيبقى في حاجات كده لو ما ردتش عليها بتتاخد عليك برضه. في حاجات ما ينفعش ارد عليها وانا انيس في في المنطق. يبقى بنطلع اسرار النادي وانا ومفيش حاجه غلط، ومفيش حاجه غلط. لا انا فاهم، ولكن ما ينفعش ان احنا نقول كذا وكذا. ما تعودناش ان احنا نطلع نقول عملنا وعملناش وانا عملت وفلان. انا بقول لك لسه بنقول القرار لما بيتاخد كلنا، حتى اللي مش وافق بيطلع يقول انا كنت خدنا القرار، ما فيش مين وافق ومين مش وافق. فما تعودناش ان احنا يعني مثلا اخد موقف كده، انه اعتقد ان يعني علاقه حضرتك بالمستشار مرتضى منصور ما هياش علاقه سيئه، صح كده؟ لا هي ما فيش علاقه يعني قصدي، بس ما فيش حاجه كله. ولكن يعني مره في اثناء يعني والدتي توفت السنه اللي فاتت، كان عمل لي مشاطره في الاهرام كبيره جدا، عزاك وكلم في ده في الاعلام لا يعني حط لي المشاطره دي كبيره جدا على صفحته وعلى في الاهرام وعلى صفحته وعلى صفحة على موقع نادي الزمالك وفي قناه الزمالك عملوا يعني بالظبط كده بالظبط. فطبعا دي حاجه تختلف جدا عن اي خلافات او مش عايزه كلام بس قصدي ان في صفحات بقى راحت واخداها عليك. لا ما ردتش، ما شرحتش لي الموقف. علاقات انسانيه بص هقول لك حاجه، انا عمر ما حد هيخليني اغير اللي انا اتربيت شخصيتي طبعا طبعا. انا اتربيت على حاجه طبعا، لازم في علاقات انسانيه وفي علاقات حرفيه. صح. العلاقه دي ملهاش دعوه بيها. بتفق جدا معاك. انا النهارده لما يكون راجل عمل لي نعي، لان كان ايامي انا مش عامل عزاء ايام كورونا فيعني عمل كده اكنه جالي. صح. يعني اكنه جالي بالظبط، ومش مطالب انه يعمل كده، فانه عمل كده ده يشكر. انا مش عايز اكلم وما عملش ما هو بس. طب المهندس محمود طاهر عمل نعي، والمهندس صلاح دياب، ناس كتيره جدا يعني كان مشاطرات كتيره جدا، كل الناس كلمتها شكرتها. يعني انا كل الناس كلمتهم شكرتهم، فما فيش مشكله في ده. اي واحد حتى اللي بعت لي تلغراف، فما بالك بقى اللي عمل لي مشاطره في الاهرام او عمل لي مشاطره في كذا او نزل لي يعني لازم شكرت الناس دي كلها بما فيهم المستشار المنصور. بس ما وضحتش بقى الحاجات دي، يعني قصدي انا اول مره اوضحها. يعني بس يعني انا ما بلتفتش الكلام ده خالص، لان انا حاجه اتربيت عليها وده تربيتي ان انا بفصل ما بين اي حاجه زي دي. وانما الناس بقى بتحب تعمل من الحبه قبه يعني. ما انا قصدي كده ان الحاجات دي ممكن تتاخد، فعشان كده ساعات محتاجه شرح، محتاجه يعني توضيح. وبرده انا متحفظ في اي حاجه بشرحها، لان احنا ما تعودناش نطلع نتكلم عن النادي في برنامج او حاجه زي كده، دي حاجات بينا. بس حضرتك سالتني في حاجه انا يعني زي قلت مش شايف ان فيها ولا انا شايف ان الموضوع ذوقيا حتى لازم اعمل كده يعني. اكيد جاني البيت بالظبط وعزاني، لان انا ما كنتش عامل عزا. وهو ساعتها قال لي انا كنت جاي لك يعني، فدي حاجه لا انا شايف انه عادي ما فيهاش اي مشكله، بس الساعات بسيطه يعني طبعا يعني ما بهتمش بالحاجات دي خالص. بالنسبه لك الحرب اللي بره الانتخابات، الحرب بتزيد طبعا في ايام الانتخابات وبتزيد الحروب اللي هي الاشاعات والحاجات دي كلها، بالنسبه لك بتبقى عارف رايحه فين وجايه منين وخلاص بتعلم بس على الشخص اللي عمل كده ومن غير ما تعلن، ولا بالنسبه لك حتى مش عايز تعرف؟ لا في حاجات ما بقاش عايز اعرف، في حاجات لو عرفتها الناس بتبلغني. ما بحاولش اقرا حتى كتب ايه، ما بشغلش نفسي بحاجه تاخد مساحه من تفكيري تعطلني. فاهم.
بس ببقى عارف وانا شوف انا بقولك انا لسه متخيل ما جاي في العشر ايام اللي فاضلين دول هيبقى في كمان كتير جدا وفي حاجات اكتر وحاجات اكتر وانا ده يعني انا متوقع وبرضو مش هتاثر فيا وانا داخل انتخابات بشرف ونجحت ربنا وفقني ما نجحتش ربنا مش كاتب لي صح. يمكن يكون في خير ليا بس الفكره ان انت بتدافع عن مبدا وتدافع عن قضيه وفي نفس الوقت ده اللي اتعودنا عليه احنا كل واحد له شخصيته وكل واحد له رايه وطالما بتنافس بشرف وما بتغلطش في حد صح. ما بتجيبش سيره حد ما بتطلعش خبايا عادي منافسه شريفه نزلت كسبت خلاص عمري ما هحيد عنه صح. وعمري ما هتخلى عنه وانا باكد ان علاقتي كويسه وطيبه جدا بكل اعضاء المجلس الحاليين والمستقبلين وبما فيهم كابتن على راسهم كابتن خطيب انا صح. يعني بكن له كل احترامه والناس كلها وده اسلوبي وعمري ما هغيره يعني.